انا خالد مقران حي الراره مساكنه حي الراره كنطالبوا بهذا الرامبواني تسد ما كنضروا بزاف والاموات والحوادث السير اللي كتوقعنا كل يوم ما كتصحتش وما كتحصاش والشباب كاملين ما كيقدر حتى واحد يقطع الوالدين ديالنا والاخوان الناس كبارين حتى واحد ما كيقدر يقطع وكاين شي ناس كيعرضونا على هذا الرامبو اللي كنتمنى حنايا نسدو كاين شي ناس كتخلص وكتهددنا باش ما نعملوش هذا الشيء هذا احنا عاملين هذه الوقفه هذه احتجاجيه على هذا الرامبو هذا ان شاء الله كنقولوا خصهم يشدونا خلونا هنايا حنا كنسميوه هنا الحومه ديالنا جدار الموت هنايا هادو كيحسبوا راسهم اوروبا وهنا كيحسبونا افريقيا هادشي اللي كنشوف انا هذا واش رامبوان اولا الطريق ما عرفناش الله اعلم الناس كتموت هنايا في هاد البلاصه هادي انا الوحيد كنخاف نقطع من هنا ما عاملين لنا ما راجلين ما عاملين لنا ستوب ما عاملين لنا قف ما عاملين لنا حتى شي حركه من هادشي هذا المطلب الاولاني ارانا الازقه حتى شي زنقه هنا ما مصلوحه كلشي مكرفس انت كتشوف كلشي هنايا على عينك كتشكى واحد الامبراطور ديال العقار مراد عبدالله السندك ديال عبدالله كيشبر الزبل ديالو كيسيو علينا هنايا تشكينا بهذا المقدم قايد شي واحد ما معنا شي حال قال لك هو سيدي ما كيغلبو حتى شي واحد هو فوق كلشي هنايا شبرنا في وسط الحوبه ديالنا قلعنا براكه العساسه هي فين هي جاب براكه ديالو نزلها راه فيه سيبنا الزبل ديالنا هنايا عامر بالزبل الله 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 غالب هادشي هذا حنا هذه الخطوة الأولى بغينا نشدوا هذا الرامبون يعني بجدار بشري، الجدار اللي غادي يكون دابا مستقبلا إن شاء الله غيكون اسمنتي ولو يوقع اللي بغى يوقع، حنايا بزاف علينا هادشي هذا.